السلام عليكم. في سؤال بيكرر كتير، هل الريفت ممكن يبقى فيه كوماند لاين؟ والحقيقة إن في بعض الناس عملوا برنامج بسيط كات ستوديو جواه كوماند لاين أهوت يشبه الأوتوكاد. ممكن تقوله مثلا أنا عايز أرسم مثلا وول، هيبدأ يجيب لك كل الأوامر المتعلقة بالوول، تبدأ تختار منها اللي أنت عايزه، تمام؟ وول سويب ولا وول ريفال ولا وول العادية دبليو إيه، ويقول لك مكانها فين بالظبط، وتلاقي الوول اتفعلت معاك. طيب لو انت عايز فلور مثلا هتقول له فلور، هتطلع لك فلور ويقول لك انت ممكن تجيبها منين. وهكذا دور، فبيبدأ يجيب لك الدور موجودة في architecture build. لو انت حبيت تجيبها تجيبها من architecture build، فموجودة في الأداة اللي اسمها CAD Studio.